بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، عشاق هذه الرياضة، نتواصل والتواصل مستمر مع انطلاقاتنا لسن اللقاية هنا من عاصمة الميادين، ميدان الوثبة، لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. هناك الصدارة والمقدمة مع شوطنا التاسع مخصصة للإبكار محليات الأصايل، هنا على صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول. هنا يا سلام يا سلام على هذا الرقص الجميل، هنا ومقدمة والمركز. هناك التحديات مع حشمة خليفة بن بطيب بن سعيد بن محمد الشامسي، ينتقل مباشرة مع محنة وخلف بن راشد النايلي الشامسي، هنا وصلوا أهالي العين على المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الثالث والوصول هناك من الشاهينية هلال بن خميس بن عامر العامري، هناك أهالي السلطنة قادمين، بينما التحدي من المركز الثالث أو الثالث المراكز بالفعل، ظبي الفلان رمز العطاء، خالد بن حسين بن مانع العجمي والمركز السادس. الوصول هناك في هذه اللحظات من الشاهينية راشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي، وهناك التحديات من المركز السابع، سابع تحدياتنا وسابع ندائنا هناك مع الشاهينية سلطان بن حميد بن علي الاكتبي، والمركز التاسع من القادم هنا في هذه اللحظات منصورة عبيد بن سعيد بن منانه الاكتبي، اهالي زعبيل قادمين. ولكن المركز العاشر هناك ايضا التحديات والإثارة من هناك ايضا، هناك النويسي راشد بن حمد الظاهري، ولكن على المركز العاشر هناك المركز العاشر في هذه اللحظات. يا سلام، هناك التحديات الجميلة من الحذر مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري، هكذا النداء للمراكز العشرة الأوائل المتقدمة والباحثة عن الناموس. ولكن العملاق العيناوي قد تدخل في هذه اللحظات، هنا يتسلل من مركز تلو مركز، طالع هذه الشعارات المراكز هنا الخلفية من خلف المراكز العشرة ترقبوا لها حصريا مع الكيل الأخير. أعود إلى الصدارة، أعود مع التحديات، أعود مع الإثارة هنا مع المقدمة والمركز الأول. الله 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 على هذا الرقص الجميل، حشمة في مكان الحشمة، حشمة في ميدان الحشمة، هنا بهذا الشعار، شعار الحشمة، خليفة بن بطيب بن سعيد بن محمد الشامسي، هنا ركز يا الشامسي. ولكن هناك التحديات من محنة، هنا خلف بن راشد النايلي الشامسي، هنا الذي قدم شعاره في سن الحجايج هنا ونال عن الناموس والمقدمة. ولكن من القادم هنا، من القادم في هذه اللحظات يا سلام، راشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي ينطلق مع الشاهينية. ولكن هناك ايضا التحديات، هنا شعار الظاهري، شعار الظاهري هنا صاحب ريمة، هنا شعار ريمة، هنا وصل هنا، وهالي سويحان يطالبونك بالناموس. ولكن هنا هالي العين، الله الله يا سلام يا سلام، اشوف شيء هنا، شعار المنهالي ابخيت من سالم بن مبارك المنهالي مع الشاهينية. وهناك العملاق العيناوي، هنا وصل هناك عزي المشاهدين من الجانب الايمن في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، اشتدت المعركة، تواصل الكبار، تواصل العمالقة في هذا الشوط. يا سلام، الوثبة في ميدان الوثبة، الوثبة في ميدان الوثبة، هناك بشعار احمد بن مظفر بن خموشه العامري، وصل هنا بن خموشه. ولكن اشتعلت هنا على الصداره، ولعت مع المقدمه ناصر بن يعان بن خلفان الشامسي، يعود هنا مع الصداره مع المركز الاول ومع الظبي. يا سلام، الظبي هناك محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري، وصل الظاهري 1200 متر بوابة العبور، هنا خلاص، هنا المنصة بانت، والسيارة في حائرة، اين تتجه السيارة من هذه الشعارات؟ اهالي زاخر اشوفهم قادمين هناك يتسللون. ولكن الشعار الاقتصادي، الشعار الاقتصادي، اعود مع الصدارة هنا والكوكبة هنا، الظبي الظبي الظبي، ما زالت الظبي، ما زالت الظبي، محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري
يا سلام يا سلام يا سلام. روح يا راعي ريمة ولا تلعب بعصابي، روح مع الصدارة مع المقدمة، ولكن ولكن هناك قادمة. الوثبة 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 الوثبة، هناك أيضا أحمد بن ظفر بن خموشة العمري، يا سلام يا سلام. هناك هناك سعيد بن علي بن سعيد المري، هنا أيضا هنا شعار بن راية وصل، شعار بن راية وصل، ولكن شعار بن زيتون وشعار، هناك أيضا أهالي زاخر مقدمين في هذا الشوط، تبارك الله، من ياس حميد مطر بن عميره الشامسي، ولكن هناك هناك شعار بن راية هنا على الصدارة مع المقدمة مع المركز السرابة بيات بن علي، هنا الكتبي متواجد على الصدارة. السلامات وين؟ السلامات وين؟ الشاهينية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هنا وصل المهيري، هنا ما يبنى له طارق إلا في هذه اللحظات. الميتين متر الأخيرة، هنا سلام 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 منازف سلام، هنا أسعد الله صباحكم، سلام منازف سلام سلام على هذا الإبداع الجميل والمميز. هنا شاهينية، هنا أعزائي المشاهدين مع الصدارة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني، وصلت هناك على السرابة بيات بن علي بن الكتبي، بينما المركز الثالث كان من نصيب المركز الثالث كان من نصيب هناك الضبيب محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري، المركز الرابع كان من نصيب هنا حامله رقم 73 مياسه حميد بن مطر بن عميره الشامسي، والمركز الخامس كان من نصيب هناك ايضا هلال بن يميل بن عبد الله السعيدي على المركز الخامس. هكذا النداء للمراكز الخمسه الاوائل المتقدمه والمنطلقه بامال المشاركين في هذا الشوط. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع الشاهينيه هنا اعزائي المشاهدين، وهذه السلاله الغنيه دائما عن التعريف، الماركة هنا الشاهينية غنية عن التعريف دائما، وشعار المهيري هنا الذي يتواجد في عاصمة الميادين ويتواجد مع المقدمة لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، هنا مع التوقيت الزمني هناك هكذا التوقيت ولحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. الشاهينية هنا كان هنا أيضا 7 دقائق 33 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، وسلام للمنازف سلام على هذا التحديات. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني، سرابه هناك بيات بن علي الكتبي، و7 دقائق 43 9 أجزاء من الثانيه. المركز الثالث لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه، كان من نصيب المركز الثالث حامله رقم 93 ضبي الفلاح محمد بن عبد الله بن احمد الظاهري، و7 دقائق 36 4 أجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.